الجمعية المغربية لحماية المال العام أجرت تقييما شاملا وموضوعيا لواقع الفساد ونهب المال العام والإفلات العقاب ببلادنا. من خلال هذا التقييم والتحليل تبين على أن واقع الفساد لا زال كما هو، إن لم نقول إن وتيرته في تصاعد، وكذلك موضوع الرشوة وموضوع الإفلات من العقاب. هذا التصاعد وهذا الوتيرة التصاعدية قابله في نفس الوقت احتقان اجتماعي في العديد من المناطق، تفاوت مجالي واجتماعي واضح، غياب الفئات الوسطى، وأصبح المجتمع بين من يملك ومن لا يملك بشكل مباشر، وارتفعت وتيرة البطالة والرغبة في الهجرة إلى أوروبا. وفي نفس الوقت التقارير الرسمية التي تشخص واقع الفساد ونهب المال العام ببلادنا لا تعرف طريقة إلى القضاء، وحتى تلك التقارير التي تعرف طريقة إلى القضاء فإن المتابعات تكون ضعيفة ومحدودة في فئة من الموظفين الصغار وبعض المقاولين وبعض المنتخبين. أضف إلى ذلك أن الأحكام القضائية التي تصدر هي ضعيفة ودون مستوى تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ولا تتناسب وخطورة الجرائم المالية والاقتصادية. يضاف إلى ذلك أن الملفات تستغرق وقتا طويلا أمام القضاء إلى حد يكاد الرأي العام ينسى هذه الملفات. كذلك ميدان الصفقات العمومية يعرف غياب للشفافية ويعرف سيطرة واضحة وهيمنة لمقاولات محظوظة، في حين أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني بسبب غياب الحكامة وبسبب غياب الشفافية في تدبير مجال الصفقات العمومية. الفساد يستهلك نسبة 2% من الناتج الوطني الخام، وهو ما يعني تفويت 60,000 منصب شغل سنويا في المغرب، وهي فرصة حقيقية لتشغيل طاقات وكفاءات التي تفضل الهجرة خارج المغرب. كذلك الحكومة هي عاجزة عن تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية تجيب على إشكالية التنمية ببلادنا، تجيب على إشكالية التفاوت المجالي والاجتماعي، تجيب على مختلف المعضلات المطروحة. كذلك موضوع الجهوية الذي يجب أن يكون جهوية متقدمة حصل في تعطر غير مفهوم. كذلك ما يتعلق بالسيادة الريع والفساد والرشوة. أضف إلى ذلك أن هناك شكايات وملفات قدمناها إلى القضاء تعرف تأخرا على مستوى البحث وعلى مستوى التحقيق وعلى مستوى المحاكمة. نطالب اليوم بتسريع وتيرة هذه الملفات وإحالة المتورطين على القضاء وإحالة جميع التقارير الرسمية ذات الصلة بالمجال تحقيقا للعدالة واحتراما لسيادة القانون. كذلك نقول بأن هذه الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد، رغم أنها رفعت هذا الشعار سياسيا دون أن يكون له أي أثر على مستوى واقع الناس وواقع المجتمع. بنية تحتية ضعيفة بحيث أن غياب الحكامة والشفافية في تدبيرها يؤدي إلى أعطاب في هذه البنية التحتية. يكفي أن تكون الساعة واحدة من تساقطات المطارية لتعري واقع الهشاشات بنية التحتية. كذلك مؤسسات الحكامة رغم التنصيص على استقلاليتها فإنها غير متوفرة على الإمكانيات البشرية والمادية التي من شأنها أن تساعدها في القيام بمهامها. بل أكثر من ذلك، هنا هيئات للحكامة منصوص عليها دستوريا لحد اليوم لحدود اليوم مجمدة، مثل مجلس المنافسة، مثل الهيئة المركزية للوقاية من النزاهة والرشوة، الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وغيرها من المؤسسات الأخرى. إذن الموضوع اليوم يطرح مباشرة إصلاحات حقيقية اقتصادية واجتماعية وسياسية وإعطاء نفس جديد للحياة السياسية وإعادة الثقة والأمل للمغاربة في الشأن السياسي وفي المؤسسات. موضوع الفساد والرشوة ونهب المال العام يعني جميع المناهضين للفساد، جميع القوى المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام، جميع القوى التي تناضل من أجل دولة المؤسسات، دولة حق والقانون، جميع المواطنين المغاربة
وحتى المؤسسات الدستورية هي معنية بمحاربة الفساد. ومسيرتنا يوم الأحد 14 أكتوبر هي مسيرة كل المغاربة، سيسمع فيها صوت واحد وشعار واحد، هو أوقف الفساد والرشوة ونهب المال العام، كفى من الفساد، كفى من الرشوة، كفى من الإفلات من العقاب. يجب رد المسؤولية بالمحاسبة، يجب محاسبة المفسدين ونهب المال العام، يجب اتخاذ تدابير استرجاع الأموال المنهوبة، وضع استراتيجية وطنية متكاملة للوقاية من الفساد والرشوة، تعميم برنامج تعليمي يروم تثقيف الناس وتوعية الناس وتحسيسهم بخطورة الفساد والرشوة. كل هذه القضايا ستكون حاضرة في المسيرة، ومختلف القوى الديمقراطية ومختلف القوى الحية من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها معنية بهذه المسيرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.